السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة للجميع بإذن الله تعالى. سبق لي وأن وعدتكم وقلت لكم بأنني رايح ندير فيديو نخصه للعشب الطبيعي أو لنوعية العشب الطبيعي المستعمل أو لداروه في الملاعب الجديدة والأرضيات الآن أصبحت كارثية. أنا سبق لي وين تحدثت على هذا العشب وقلت بأنه ما راحش ينجح في التلفزيون، وتحدثت في الفيديوهات اللي كنت نديرهم وكتبت عليه في الستاتوي في الصفحة تاعي فيسبوك، وقلت بأن هذا العشب الطبيعي ما راحش ينجح، خاصة هذا النوع من العشب الطبيعي. تلقيت كلام كثير وردود أفعال كثيرة، وحتى من الشركة اللي خدمت هذا العشب تلقيت، المهم كلام كبير. المهم عندي حوالي أشهر، لا أذكر التاريخ بالضبط، تلقيت مع صديقي مصطفى معزوزي، سألته على ملعب حسين اي تحمد بيتي زيوزو الملعب الجديد، قلت له الارضيه نتاعو كيفاش راهي دايره. قال لي مصطفى، قال لي بان الارضيه راهي جميله جدا واكثر من رائعه. قلت له يا مصطفى كاين امر، انا نقول لك باللي هذه الارضيه ماشي راح تنجح. وقلت له في شهر جويلية او في شهر اوت هذا الارضيه، يعني بين جويلية اوت، قلت له هذا العشب راح يفسد راح ينحرق، ونهار اللي تولي الارضيه صفراء نطلب منك حاجه، صور لي الأرضية هذه، جيب لي الصور. هو تلقى الخبر باستغراب، ونحيي سي مصطفى معزوزي أكيد اللي راه يشوف في هذا الفيديو. تلقى الخبر هذا يعني ما صدقش، ولكن قال لي عندي وعد ليك. قال لي أنت راك تقول بلي الأرضية راح تنحرق من جوية وأوت. قال لي لا حدث هذا الأمر صح، قال لي وعد مني نجي نديك ندخلك للصطاد، أنت تصور بنفسك، دير فيديوهات ودير واش تحب. قلت له تكون عند وعدك؟ قال لي راني عند وعدي. شكرا شكرا. مؤخرا بدات بعض الصفحات في الفيسبوك يديروا الصور، ينشروا في الصور. هذه هي الصوره الاولى تاع الارضيه في هذا شهر جويلية كما قلت المعزوزي. بداوا في هذا شهر جويلية، في بدايه شهر جويلية ينشروا في واحد الصور، نشوفوا فيهم الارضيه تاع ملعب تيزي وزو تدهورت. اتصلت به قلت له يا مصطفى اسكو ما زلت عند الوعد تاعك؟ قال لي راني عند الوعد تاعي. قال لي والله ما كنت نتصور، ولكن الارضيه صح راهي في كارثه. قلت له كيفاش نديروا باش نجي عندك ونروح نصور الارضيه هذه؟ قال لي شوف، كان راني نذكر مليح كانت 5 جويلية كانت احتفالات. قال لي خلي يوم الجمعه، يفوت 5 جويلية يوم الجمعه اتصل بيا، قال لي ونديروا موعد على يوم السبت تجي عندي ونروح تصور. قلت له اوكي. انتظرت يوم الجمعه الاولى، ارسل لي ميساج وين يقول لي بان الارضيه صح تدهورت والملعب غلقوه وما نقدروش ندخلوا باش تدخل تصور. هذا الكلام انا قلته من قبل كي كنت في بلاطوات التلفزيون، كنت نقول بان هذا الناس اللي المشرفه على هذا العشب الطبيعي، قلت لهم اذا راكم فحوله كي يلحق شهر جويلية، وهذه عندي سنه وانا نهضر فيها، قلت لهم كي يلحق شهر جويلية وشهر اوت ما تغلقوش علينا الملعب كما درتوها في ملعب ميلود في بوهران لما غلقتوه، وملعب براقي لما غلقوه نهار اللي تدهور الارضيه باش ما تتكشفش الفضائح تاعهم، يغلقوا الملعب ما يخلوا حتى واحد يدخل. كي كانوا يقولوا لي الملعب راهو في ابهى حله، الملاعب هذه وراهي جميله والارضيات وذيك، كنت اقول لهم عندي شرط واحد، في شهر جويلية وشهر اوت خلوا الابواب مفتوحه، خلوا الناس تدخل وتصور، انا اللي متاكد باللي الارضيات هذه ماهيش راح تبقى كما راهي. المهم اليوم لحقنا امام حقيقه مره، تيزي وزو الارضيه راحت. ها هو ملعب تيزي وزو الجديد، ملعب حسين اي تحمد، كيفاش صبحت الارضيه نتاعو؟ ملعب وهران الارضيه مشات. ها هو ملعب وهران وراهم زادوا حرثوا الارضيه نتاعو. ملعب براقي راهم غالقين وما يخلوش الناس تدخل باش تشوف. ملعب 5 جويلية نفس الشيء، الارضيات كلها تدهورت. وهذا التدهور تاع هذه الارضيات، والله لو كان يعطونا كاس افريقيا للامم باش ننظموا كاس افريقيا للامم، سواء 25 او 27، وتعرفوا احنا اللي نظمناها تتنظم في الصيف، لانه في مصر النهائي تلعب يوم 19 جويلية. شوف لو كان يعطونا كاس افريقيا باش ننظموها راحت صرنا فضيحه اللي ما بعدهاش فضيحه اخرى، لان هذا الارضيات في الصيف ما تريزيستيش. اليوم نقول لكم لماذا، ما هو السبب؟ اولا رانا نعرض عليكم صور وتشوفوا ما هو السبب. هذه الملاعب سواء براقي، ملعب 5 جويلية، ملعب تيزي وزو، ملعب وهران، هذه الملاعب خدموها بالفيبر. تعرفوا شنو يحب يقول فيبر؟ يعني كاين خدموا داروا طبقه تاع بلاستيك، وهذا البلاستيك يديروا فوقها التربه ويزرعوا العشب. هذا هو لو فيبر، يعني العشب الهجين كيفاش يزرعوه.
حنا الان في الصيف درجه الحراره تلحق 35 و40 درجه، لما تكون درجه الحراره برا 30 و40 درجه، والعشبه هذيك اللي ما تقدرش تقاوم مغروسه في بلاستيك، بلاستيك لما يسخن واش يدير؟ تولي درجه الحراره مضاعفه، تولي 70 80، وبالتالي واش يحدث؟ ان العشب في هذه الحاله ينحرق، يروح ما يبقاش. على هذا العشب الطبيعي عندنا في الجزائر، هذا النوعيه تاع العشب اللي راهم يديروا فيها ما تنجحش. روحوا لملعب قسنطينه، انا وقت فات كنت نقول على ملعب قسنطينه وملعب القليعه اللي خدمتهم شركه وطنيه، هي الشركه اسمها لو في اس ام، جايه المقر تاعها في سيدي موسى. كنت نقول بان هذا العشب ينجح، كانوا يقولوا لي انت عندك افير مع هذو اللي خدموا هذا الملعب هذا، سواء تاع قسنطينه او تاع القليعه. انا اقول لكم اليوم روحوا شوفوا صوروا لنا الملعب تاع قسنطينه. هذه ارضيه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينه. ارضيه من اروع ما يكون، رانا في الصيف، درجه الحراره عاليه. ربما كاين اللي يقول لك لان الملاعب الاخرى مغطاه وملعب قسنطينه مفتوح على هذيك ما تدهورتش الارضيه تاعو، لا، حتى ملعب 5 جويليه مفتوح ولكن الارضيه تدهورت. لماذا؟ لان الشركه اللي خدمت ملاعب براقي وهران وتيزي وزو هي نفس الشركه اللي خدمت الملعب نتاع 5 جويليه. اذا العشب الطبيعي الملاعب هذه قسنطينه مثلا، القليعه، بن عكنون، ملعب مصطفى تشاكر، هذه خدموها بتربه جزائريه 100%. مثلا التربه جابوها من واد سوف، وكنت هضرت عليها من قبل، الرمال تاع واد سوف، وتشوفوا في الصور الرمال تاع واد سوف. هذه الصور لارضيه ملعب القليعه، نفس ارضيه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينه والمغروسه في الرمال تاع واد سوف. هذا الرمال تاع واد سوف كي تغرس العشب في الرمال واش يصرى؟ ان الجذور تاعو تمشي بسهوله، تعطي لها الماء تبقى تمشي بسهوله، وتتشعب مليح وتحكم مليح، وتبقى تعطي لها غير الماء بصفه عاديه في الصيف، ما تحرق ما والو، لان ما كاش درجه حراره عاليه اللي تقيس الجذور. ملعب مصطفى تشاكر جابوا الرمال تاعو، جابها سي عمار بوكعبوب اللي نحييوه بالمناسبه، جاب الرمال جابها من متبسه. رمال وغرس فيها العشب الطبيعي، روحوا شوفوا ملعب مصطفى تشاكر. شوفوا ارضيه ملعب مصطفى تشاكر من اروع ما يكون، هذه رمال تبسه. من اروع ما يكون، ما تهزوا لا سخانه لا برد لا حتى شيء. بينما الملاعب هذه اللي ذكرتهم انا اليوم نتحداهم، هذو اللي خدموا ملعب هذا الملاعب تاع براقي وتاع تيزي وزو وخمسه جويليه وهران، يعطونا التركيبه تاع التربه فقط. التربه جابوها من فرنسا باش نتفاهموا، ماهيش التربه تاعنا، التربه جايه من فرنسا، يعطونا التركيبه نتاع هذه التربه. هذا واش نحوس نعرف، ولا واحد اليوم يعرف نوعيه هذا التركيبه نتاع هذه التربه. عندها حوالي سنة الوزارة استنجدت بخبير صيني جابوه للجزائر باش يشوف علاش ملعب، إذا تتذكروا كما كان براقي ملعب نيسر مانديلا دايرين في ذوك الآلات والأشعة الاصطناعية وما مش عارف. أنا قلتها في ذاك الوقت، قلت سينما، هذا الشيء اللي نديروا في السينما. في ذاك الوقت جابوا واحد خبير صيني، جاء قال لهم يلزم نديروا تحاليل تاع الأرضية علاش هذا العشب ما نجحش في ملعب نيسر مانديلا. داو عينة من التربة وداروا عليها تحاليل في البنيدار في بوشاوي في المعهد تما، داروا تحاليل على التربه، ولكن اليومين هذا ما قالوا لناش ما هي النتائج، ما قالوش ما هي نتائج التحاليل. انا على بالي ما هي نتائج التحاليل، ما نهضرش عليها، الله يسهل. انا نتمنى يجبدونا يورونا ما هي النتائج نتاع التحاليل نتاع هذه التربه. اليوم انا قلتها ونعاودها، الملاعب هذه العشب الطبيعي فيها ما ينجحش، حتى ملعب عنابه اللي الناس يقول لك باللي ملعب والارضيه تحفه، نفس الشيء في الصيف واش يحدث له. ملعب عنابه ربما كي تشوفه بالعين المجرده في الصيف ما تشوفوش محروق كما بقيه الملاعب، لماذا؟ لانهم فرشوا طارطه، فرشوا سنتيتيك، العشب الاصطناعي. وفوقه زرعوا العشب الطبيعي. غدوه حتى ويروح العشب الطبيعي ينحرق يمشي، يبقى العشب الاصطناعي، يعني من بعيد كي تشوفوه تقول راهو اخضر، وفي الحقيقه هو محروق، هذا ملعب عنابه. الناس اللي كانوا يقولوا بان محرز وصرح وقالوا هذه الارضيه كما ارضيه مانشستر سيتي، هذا كله كذب، ويجي وندير فيديو ونعطيكم بالدليل باللي محرز ما صرح ما قال حتى شيء، لاني نعرف العلاقه بين صاحب الشركه والمؤسسه الاعلاميه اللي نقلت التصريح تاع محرز وبين محرز شخصيا، ما هي العلاقه بين هذا الثلاثي وكيفاش جاء هذا التصريح اللي يعتبر اشهار لهذه الارضيه لا اكثر ولا اقل، عندي ادق التفاصيل عليها. اذا اليوم انا نقول لكم حاجه، راكم تشوفوا في الصور نتاع الملاعب هذه، ملعب وهران اللي حرثوه خلاص، ملعب تيزي وزو اللي راح مشى، ملعب براقي راه مغلقين وما خلو حتى واحد يدخل، عندكم الصور ايضا نتاع ملعب 5 جويليه اللي راحت الارضيه نتاعو مشات. اذا اليوم انا قلتها ونعاودها، لو كان ننظموا يعطونا كاس افريقيا الامم ونظموها في الصيف راح تصير لنا اكبر فضيحه. الحل وشنو هو الحل؟ ربما بزاف اللي يقول لك انت تقدم منا غير يعني تطرح المشكله ولكن الحل ما كاش. الحل سهل،
الحل نعاودوا نولوا للاصل، هذه الملاعب يلزم تتنحى كامل هذه الارضيات ويعاودوا يخدموهم كما خدموا ملعب قسنطينه، وكما داروا ملعب القليعه، وملعب مصطفى تشاكير، وملعب بن عكنون. يجيبوا الرمال سواء تاع واتسوف او تاع تبسه، او هذا الرمال ماشي يروح الفدو جيب، لان هذو لي كارير اللي جابوا منهم الرمال سواء واتسوف او تاع تبسه، هذو راهم مشاو على مخابر، وفي المخابر كي داروا تحاليل تاع هذه التربه او هذا الرمال لقاو بلي العشب الطبيعي يصلح فيها. الاكثر من ذلك، ملعب قسنطينه التكلفه نتاعو استقامت 4 مليار اللي راهو ناجح اليوم، وراه العشب تاعو ما شاء الله. التكلفه نتاع هذا الملعب استقامت 4 مليار. قولوا لنا تاع بالراقي بالله عليكم، انا عندي واحد الرقم اذا كان كاين منه، وانا مش متاكد منه، ولكن اذا كان كاين منه انا سمعت قالوا 50 مليار. اذا كان تخدم ملعب تاع 50 مليار وما ينجحش، وقدامه تخدم ملعب ب 4 مليار وينجح ما شاء الله، انا نخدم ملعب كيما هذا. انا هدرت لكم من قبل وقلت لكم على ملعب القليعه، ملعب القليعه الارضيه نتاعو استقامت 2 مليار 300، يعني قل ارخص من اللي تدير ملعب تزرعوا بالعشب الاصطناعي. نزيد لكم حاجه، عندي حوالي 3 ايام كنت تماك في الملعب تاع القليعه، سالت واحد من العمال قلت له واش عندكم مشكله في الصيف، يعني الارضيه روعه ما شاء الله، لان ايضا مغروسه في التربه نتاع اللي جابوها من واتسوف، ما جابوها لا من فرنسا ولا من جهه اخرى. قلت له واش المشكل اللي راهو عندكم الان؟ قال لي عندنا مشكل واحد هو نقص المياه. قال لي رانا نسقوا مره في الربع ايام في الخمس ايام، والعشب الطبيعي تعرف لو كان في هذا الحر، يعني لو كنت تخليه 24 ساعه 48 ساعه ما تسقيش قادر ينحرق، ومع ذلك العشب هذا تاع الملعب تاع القليعه رغم ان المياه قليله ولكن الارضيه ما شاء الله هايله. اذا الحل الوحيد هذا الملاعب خمسه جويلية بالرقي وهران تيزي وزو، هذا الحل الوحيد ان تنحي كل هذيك التربه تصلح كل شيء وتعاود ديرهم رمال كيما درت ملعب الملاعب اللي ذكرتها لكم تاع قسنطينه وتاع القليعه وتاع بن عكنون وتاع مصطفى تشاكر بالبوليده. اليوم انا اعطيت لكم الحقائق واعطيت لكم علاش العشب الطبيعي اللي ما ينجحش في هذه الارضيات، لانه مخدوم الارضيه من البلاستيك كما راكم تشوفوا في الصور من البلاستيك، والبلاستيك لما دير فيه التربه وزيد هذيك التربه ما ناش عارفين التركيبه تاعها وتغرس فيه العشب، هذاك العشب كي يلحق الصيف ما يريزيستيش وينحرق. احنا نحبوا عشب. نزيد لكم ملاحظه اخرى، كاين بزاف اللي يقولوا بان هذه الارضيات العشب نتاعها يشبه العشب تاع البرنابيو، ولكن ديروا في بالكم بلي البرنابيو عاودوه نحاوا هذا العشب. لماذا؟ لان الموسم الفاقد فقط الموسم الفارد من شهر اوت لشهر ماي البرنابيو عاودوه 4 مرات، اخرها في شهر ماي اللاعبين شتاو قالوا بانهم يزلقوا بزاف، يعني ما يقدروش يتحكموا في الكره ويزلقوا ويطيحوا، عاودوه 4 مرات، ولكن البرنابيو عندهم امكانيات باش يعاودوه، لان اخر مره في شهر ماي الماضي عاودوه في مده اسبوع، نحاو كل العشب هذا وداروا عشب جديد ولعبوا فيه بصفه عاديه، ولكن احنا ما عندناش الامكانيات اللي عند ريال مدريد ولا اللي عند البارسا ولا اللي عند الانتر باش تنحي هذا العشب وتعاودوا تردوا في مده اسبوع. هذا واش نقدر نقول لكم على هذه القضيه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.